أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. وبعد، طبعا الله يجزي خير الأخ الكريم الحبيب فيما قال، لكن ما في حد يمتلك الحق أن يقول أنه يطلق طاقات الأمة ويفعل كل هذه الأشياء، لكن أقصى ما يمكن أن نقول أن نحن نساهم في عمل كبير يقوم به كل المجتمع العربي والمسلم. هذا العمل اللي تقوم به فئات كثيرة وجهود كثيرة وطاقات ضخمة على مستوى الوطن العربي والبلاد الإسلامية، يأمل الإنسان أن يشارك فيه بجهد من هذه الجهود. وبالتالي كل ما سأتحدث عنه هو عبارة عن تصورات عن هذا العالم الذي نعيش فيه، عن حركة المجتمعات التي نعيش فيها، إلى أين نتجه. فكرة تساؤلات المرحلة ولحظة الإقلاع، في شعور داخل الوطن العربي جاء مبكرا قبل الثورات هذه، أن هناك أمل في حدوث انفراجة كبرى في العالم العربي والإسلامي، الانتقال من عصر إلى عصر. سبب هذا الإحساس الكبير جدا كم الشباب العربي اللي موجود في الساحة، والذي لم يصب باليأس والإحباط من الحالة العربية الإسلامية بشكل عام، وهذا الذي أدى إلى تحريك المياه مرة أخرى، المياه الساكنة في المنطقة العربية، من حالة الركود إلى حالة الحركة والنشاط. وبالتالي ولدت فكرة أن هناك لحظة إقلاع. طبعا لحظة الإقلاع محتاجين ننتبه، إحنا يعني لحظة الإقلاع معناها أن إحنا ركبنا الطائرة للإقلاع، لكن السؤال هل الطائرة جاهزة للإقلاع وممونة بالقدر الكافي من الصلاحية الفكرية، ولا سنجلس ننتظر في الطائرة لفترة زمنية محددة وبعد ذلك ستقلع الطائرة التي نتحرك فيها. الناس حدث عندها إحساس كبير جدا بعد سقوط الدكتاتوريات بأن خلاص الفضاء انفتح والطائرة ربما تكون أقلعت، يعني قد يكون أمامها شوية عواصف لكنها أقلعت. فبعث لي أحد الشباب رسالة يقول لي فيها: يا دكتور، المشروع الذي كنت تتكلم عنه، وإحنا كنا نتكلم قبل حدوث الثورات وإلى يومنا هذا، إن بين مرحلة النهضة وبين مرحلة الصحوة والحماس لابد من وجود مرحلة نطلق عليها مرحلة اليقظة. مرحلة اليقظة هي مرحلة ينتبه فيها الإنسان للتفصيلات والاحتياجات التي في أثناء الحماس يغفل عنها. في أثناء الحماس تبدو الدنيا وردية تماما، ويبدو الإنسان مفصولا عن الواقع، فهو يدفع في اتجاهات. أنا دائما أقول أحيانا خلال القرن اللي فاتت، القرن الفائت، حدثت تقريبا 100 وحدة عربية، يعني في 100 سنة اللي فاتت هناك 100 مشروع للوحدة العربية، وكل هذه المشاريع فشلت. السبب في هذا الموضوع أن هناك شروط موضوعية عشان الإنسان يحصل على إذن لركوب الطائرة والإقلاع، يعني محتاج يكون عنده باسبورت على الأقل، محتاج يكون عنده فيزا للبلد اللي هو رايح لها، عنده مبلغ مالي عشان يصعد على يسمحوا له للسفر من بلد إلى بلد، يعرف على الأقل الوجهة التي سيتجه لها إلى أي بلاد. لكن لو ذهب إلى المطار وهو مليء بالحماس وقال لهم أريد أسافر، قالوا له رايح على وين؟ قال له مش عارف. عندك باسبورت؟ لا ما فيش باسبورت. في فيزا؟ ما فيش فيزا. حيقولون نرجع مرة أخرى. فعدد الوحدات العربية اللي محاولات الذهاب للمطار
لإحداث وحدة عربية، أو المرات التي أطلقنا فيها مشاريع قومية أو مشاريع إسلامية في المرحلة اللاحقة، وأردنا إطلاق حركة المجتمع والانتقال إلى فضاء جديد، كانت باستمرار تنتهي إلى إجابة واحدة: ما فيش سفر، يعني حاول مرة أخرى. هذا الأمر الحاصل في الفضاء الإسلامي أغنى لنا أن نحن نبدأ نفكر ماذا حدث في كل محاولات السفر السابقة، حتى نستطيع أن نقلع في هذه المرحلة وننتقل إلى فضاء جديد بالفرص اللي تتاح. يعني بعد حركات الاستقلال وقيام الدولة الوطنية كانت الآمال عريضة جدا، ها قد تخلصنا من الاستعمار وجاءت حكومات وطنية ما بعد الاستقلال، وبالتالي آن الأوان للانتقال مرة إلى المشروع الوطني الكامل. وأنا أذكر وإحنا صغار كنا نقرأ مجلة آخر ساعة والمجلات المصرية اللي كانت تصل إلينا، وكان باستمرار تقريبا كل سنة سنتين نسمع عن خطة الاكتفاء الذاتي، وبعناوين ضخمة جدا، من الإبرة إلى الصاروخ، من مش عارف إيش إلى كذا، وباستمرار كان هذا ينتهي إلى أن السنة اللي بعدها أو سنتين بعدها تبدأ مرة ثانية خطة أخرى بنفس العناوين. طيب، إحنا الآن في أجيال جديدة قادمة إلى الساحة وملها آمال وملها أحلام ولها حركة ولها تصورات، يا ترى هل ستكون هذه المقاربة هي بنت عم تلك المقاربة، أم ستكون مقاربة مختلفة؟ ما هي الأسئلة التي يجب أن نجيب عليها حتى نستطيع نحصل على التذكرة للعبور إلى فضاء جديد، بدل الدوران في نفس الدوائر المغلقة التي كنا نسير فيها أو التي سرنا فيها زمنا؟ إذا حاولنا أن احنا نبحث في الجذور العميقة للإشكاليات اللي موجودة في الساحة فيما قبل هذه المرحلة، ونظرنا لأكبر المشاريع اللي كانت موجودة في المنطقة العربية والإسلامية، سنجد عندنا في المنطقة كان مشروع محمد علي باشا، وهو مشروع رائد في المنطقة، إلى الآن يسمونه مشروع النهضة في تلك الفترة، مشروع نهضة مصر. والمشروع محمد علي باشا بالمناسبة لم يكن يقرأ ولا يكتب، يعني كان إنسان أمي، ولكنه كان رجل تاجر شاطر جدا وذكي جدا، فكانت فكرته أنه لو عامل مصر باعتبارها شركة تجارية لأمكنه أنه يصنع شيئا له كشركة كبيرة، وربما يستطيع يصنع إمبراطورية. فجمع كل الصلاحيات عنده، ضم الأراضي كلها عنده، ضم التجارة كلها عنده في يد واحدة، وبدأ في إنشاء كل شيء من الصفر مرة أخرى: المصانع الحربية اللي بتغذي الجيش العسكري اللي هو ينشئه، الكليات اللي تغذي المصانع بالعمال وتغذي الجيش بالفنيين، الاقتصاد اللي سيدعم به مشروعه العسكري في البلد. وكانوا مستشارين طليان وفرنسيين باستمرار، لم يكن يؤمن بالشعب المصري كقاعدة لحركته، ولذلك لم ينشئ الجيش المصري إلا متأخرا لما لم يكفي عدد الجنود اللي كانوا معه من الألبان وغيرهم من اللي كانوا موجودين عنده في الجيش، قرر أنه يعمل الجيش المصري اللي بعدين قاد ثورة 1919 على يد المصريين. لكن الرجل بهذا العمل الذي قام به أثبت أن قضية مهمة جدا، إذا فيه مشروع ولو كان على يد دكتاتور قابل أن يولد حراك ضخم جدا في مجتمع مثل مجتمعات الركود. لكن مشكلة المشاريع اللي يقوم بها شخص واحد وتأتي من رأس واحد أنها تنهار بانهياره، هي يقوم عليها شخص واحد ويرعاها شخص واحد والفكرة في رأسه هو،
والمجتمع مغيب عنها، فهي تنجح طالما هو موجود، فإذا ارتكب خطأً عسكرياً يسقط هو ويسقط المشروع وتسقط الدولة، من هتلر إلى موسوليني إلى اليابان وحركتها إلى تجربة محمد علي باشا إلى العصور الحديثة مثل تجربة صدام حسين في العراق. كل أنواع التجارب التي ينجح فيها أحد بطريقة فردية، يمسك بزمام الأمور في نقطة ارتكاز واحدة بدون أن يكون المجتمع حاضرا في المشهد، ينجح في إحداث تحول، لكن بعد ذلك نفس القرارات التي قادت إلى النجاح تقود إلى كارثة، والكارثة تنتهي بسقوط كل المجتمع مرة أخرى في دورة أخرى فاشلة. نفس الشيء حدث مع المشروع الناصري. شخص واحد قاد عمل تحولي، أمسك بزمام الأمور كله في يد واحدة، ضرب الجيش العسكري كما ضرب الجيش العسكري اللي كان عند محمد علي باشا، انهار المشروع كاملا ورجع إلى نقطة الصفر. فالدكتاتوريات قادرة أن تبني، لكنها في ذات الوقت بنفس الطريقة التي بنت يهدم البناء ويعود المجتمع إلى نقطة الصفر. في التجارب اللي موجودة، تجربة محمد علي باشا تم إقصاء المجتمع المصري كاملا وتضييق دائرة الطبقة الأولى داخل المجتمع. في تجربة عبد الناصر خلقت طبقة جديدة داخل المجتمع المصري، وهذه الطبقة استأثرت بكل شيء داخل المجتمع المصري وعزلت القوى الإسلامية وبقوة بقية القوى الاجتماعية اليسارية من حركة الدولة، والمجتمع بطبيعة الحال أمي فانعزل بكامله عن حركة التحولات اللي كانت حادثة في المجتمع. العصور الحديثة فيها إشكالية ربما كانت في المراحل السابقة غير واضحة المعالم، إن فكرة الدولة الوطنية أو الدولة المدنية أصبحت حالة وحاضرة كما لم تكن في أي عصر آخر. ولمقاربة فكرة الدولة المدنية أو الدولة الحديثة كما يقال لها، هي بنت تطور تاريخي. البشرية كانت تعرف الدولة الإمبراطورية اللي فيها شخص واحد هو ومن معه يقودون مجتمع كامل، البقية كلهم رعاية، وبالتالي هم ليسوا مجال اشتراك في اتخاذ القرار، القرار في يد جهة واحدة، وبالتالي البقية عليهم انصياع للأوامر، ماذا يمنح لهم الإمبراطور أو يترك لهم الإمبراطور. وبالتالي كان يسع أحد أن يستبد بالشأن ويشكل هوية المجتمع بالكامل وصورة المجتمع بالكامل وكل ما يحيط بالمجتمع. العصور الحديثة الطاولة المستطيلة اللي عليها الإمبراطور تغيرت وأصبحت مستديرة، ولم تعد الدولة ملكا للإمبراطور والبقية رعية، أصبح الفضاء مفتوحا على رؤية أخرى أن المجتمع هذا ملك للجميع، وبالتالي يجب التوافق عليه اجتماعيا بشكل كامل، وإلا لا تستقر طاولة البناء الاجتماعي. السؤال، هل الفضاء الفكري للمجتمعات العربية بلغ هذه النتيجة ولا ما زال متخلفا عنها؟ إذا كان بلغ هذه النتيجة، طريق التقدم والإقلاع سيصبح سهلا، لأن الناس قابلة أن تتوافق اجتماعيا على الحدود الدنيا من رغبات كل أطراف المجتمع، وبالتالي تستقر قاعدة المجتمع لعشان ينطلق المجتمع موحدا طاقاته في فضاء جديد. إذا كانت عملية الوعي الثقافي بهذا التحول التاريخي لم تتم، فبالضرورة سندخل في دورة من الاضطرابات أخرى لحد ما نكتشف المعادلة اللي يستقر بها أي وطن من الأوطان العربية اللي نشأت فيها التحولات. درجة النضج هذه تظهر عادة في التعاقدات الاجتماعية الكبرى مثل الدساتير، مثل الأوراق اللي هي فوق دستورية اللي تنظم علاقات المجتمع في مراحل الانتقال. إلى الآن ما زال الأمر غائما جدا في بلاد التحولات، ما زال يراوح بين فكرة الدولة الإمبراطورية وبين فكرة الدولة المدنية الحديثة.
هذه التحولات الكبرى اللي متعلقة بإنشاء التعاقد الاجتماعي قضت فيها أوروبا تقريبا من القرن الخامس عشر، السادس عشر، السابع عشر، الثامن عشر في محاولة الإجابة على سؤال التعاقد الاجتماعي الجديد. بعد الثورة الفرنسية أثيرت قضية التعاقد الاجتماعي عمليا على الأرض، لكن كل هذه التحولات كنا نحن بمعزل عنها، لم ندخل هذا المخاض وتولد عندنا ثقافة متعلقة بهذه الفضاءات. الآن هل يمكننا أن ندرك هذا الزمن ونختزله ونستفيد من التجربة البشرية، ولا سنمر مرة أخرى بقلق معرفي شديد وصراعات داخلية شديدة لحد ما نستقر على فكرة الدولة المدنية الحديثة ونعيد تنظيم العلاقات؟ طيب ما الذي عندنا إحنا يحول دون حدوث ذلك؟ يعني ما الذي في ثقافتنا في فكرة؟ في الوضع اللي كان في أيام عبد الناصر وكذا، كانت الأيديولوجيا الحادة كانت تحول دون إيجاد تعاقد اجتماعي على أرضية وطنية كبرى. فالأيديولوجيا الاشتراكية كانت تبنى على فكرة الشخص الواحد أصلا باستمرار، أو باعتبار الحزب الاشتراكي أو الاتحاد القومي أو ما يسمى في تلك اللحظة التاريخية هو الممثل للشعب، وهو الذي يختزن أحلام الشعب. الآن احنا نواجه أيضا الفكرة الإسلامية مرة أخرى بشكلها اللي موجود. كيف يمكن أن نوفق بين الفكرة الإسلامية وبين متطلبات عصر جديد؟ هل الفضاء الفقهي عندنا والفضاء النقدي عندنا يسمح بإنتاج فضاء جديد معرفي يسمح بالتوفيق بين فكرة واحتياجات الدولة المدنية الحديثة وبين متطلبات الإسلام، وإلا سنظل في منطقة وسط لا لحقنا بتلك ولا قدرنا على إنتاج هذه، يعني لا قادرين ننتج الدولة الإسلامية الموعودة دورة الكفاية والعدل والحرية والكرامة، ولا قادرين ننتج في الطرف الآخر الدولة المدنية الحديثة اللي تساوي بين مواطنينها. يعني نصبح عالقين في منطقة في الوسط، وباستمرار عندنا قلاقل ناتجة عن ضياع العقد الاجتماعي واختلال العقد الاجتماعي. هل هناك وسيلة لتحريك هذا الملف بشكل كثيف وقوي لإيجاد حلول لهذه المشكلة؟ يبدو أننا لم ننتبه فعلا لهذه المعضلة. اللي واضح جدا أن أحيانا نحدث عمليات تكيف لعبور هذه المشكلة، يعني نعالجها عبر أن والله خلينا نهادن الوضع ونسايره حتى نعبر هذا الاختناق ثم نعود مرة أخرى إلى أفكارنا القديمة. هذا النوع من التحايل أيضا سيربك المشهد أكثر، بسبب أن كل شيء مكشوف في هذه العصور اللي احنا موجودين فيها، ما عاد شيء ممكن أنه يختفي تحت الطاولة وشيء يظهر على الطاولة. هذه الأسئلة اللي متعلقة بالقضايا الكبرى اللي موجودة، أنا ما أدعي أني أنا في المحاضرة ممكن نحدث لها إجابات كبرى، لكن هي أسئلة كبرى موجودة. هل الإسلام فعلا كما نقول هو نظام شامل ولا هو منظور شامل؟ نظام شامل بمعنى أنه يحتوي بشكل صلب على الآليات وعلى الأدوات وعلى الإجراءات وعلى نظم التحكم في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكل ما علينا أن احنا نضع يدنا في الجراب ونخرج هذا النظام إلى حيز الفعل ونشغله ويبدأ العملية تدور، ولا عندنا منظومة قيم ومفاهيم ومبادئ ومحتاجين أن احنا نوجد لها الآليات ونوجد لها الإجراءات ونوجد لها نظام التحكم ابتداء؟ الفكرة الأولى تقتضي أن احنا اساسا نصادر ما انتجته البشريه لان عندنا شيء جاهز. الفكره الثانيه تقتضي ان ننظر البشريه اين وصلت في هذه الفضاءات، وما الذي نستطيع ان نفعله بالنظم البشريه اللي موجوده حتى تصبح مقاربتها للمبادئ والاهداف والقيم التي نحملها واحده. المشكله الثانيه اللي تواجهنا وهي كبيره،
لما نتكلم عن الهوية الإسلامية، هل نقصد به الهوية الإسلامية أم نقصد به الهيمنة الإسلامية؟ يعني أنا ممكن أعيش في البرازيل مسلم وعربي وبرازيلي، وممكن أعيش في الولايات المتحدة الأمريكية عربي ومسلم وأمريكي بدون ما يكون عندي أي شك أن أنا قابل لدخول الجنة مثلي مثل غيري من المسلمين، يعني لا ينتقص ذلك من فرصتي في دخول الجنة طالما أنا قادر على أني أنا أعبر عن شعائري وأدعو إلى ديني، ما في شيء ثاني يمنعني من قضية دخول الجنة. لكن قضية هيمنة هوية محددة على مجتمع متعدد الأعراق تشكل إشكالية ضخمة جدا في أي مجتمع تدخله. هل سنجد حلا لهذه الإشكالية ونفك الالتباس بين قضية وجود الهوية وبين هيمنة الهوية؟ هذه قضية أيضا عالقة في الفضاء الإسلامي، وأعتقد سواء كنا نتكلم بعد قبل حدوث التحولات أو بعد حدوث التحولات ما زالت قضية عالقة، وكيف سنواجهها الله أعلم. وظيفة الدين، وظيفة الدين البلاغ أم السيطرة؟ يعني نحن الدين بالنسبة لنا متعلق بقضية البلاغ، أن ينفتح أمامنا فضاء البلاغ وينفتح أمام الناس فرصة تنفتح أمام الناس فرصة الدخول في الدين، أم إحنا نتكلم على قضية السيطرة على العقول وعلى القلوب وبالتالي تأتي قضية القهر والغلبة؟ أي الفضائين إحنا نبحث عنه في الحضارة الإسلامية وفي بنائنا الإسلامي؟ القرآن الكريم يتكلم وما على الرسول إلا البلاغ في جانب، ويتكلم في الجانب الآخر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أي الاختيارين سنختار؟ اختيار السيطرة ولا اختيار البلاغ؟ فتح الفضاء أمام الإسلام للتبشير والدعوة ولا فكرة السيطرة؟ أيضا هذا غير محسوم عندنا في الفضاء الإسلامي، ما زلنا نراوح بين الأمرين، وهذا يجعل إقلاعنا صعب جدا. كل هذا اللي أتكلم عنه هو عبارة عن شروط اللحاق بالركب وركوب الطائرة والإقلاع. إذا لم تتوفر إجابات مريحة للضمير المسلم حول هذه القضايا سيظل عالقا في منطقة لا هو قادر على أن يلتحق بركب العالم ولا هو قادر أن يبدع حلولا خاصة التي تجيب على التساؤلات، وتصبح حركة المسلمين حركة تسييرية مش حركة ابتدارية لفعل شيء. يعني نصبح غارقين في مشاكلنا بدل ما نفكر في عملية التقدم نفكر في عملية البقاء، وهذه مشكلة خطيرة جدا. أنك أنت بعد ما تكون فكرتك فكرة التقدم تنتقل إلى مجرد البقاء، تقضم طول الوقت، أنت مهدد طول الوقت، أنت تكافح لمجرد البقاء. بينما الحلم الكبير جدا مش أنك أنت كنت تأتي وتوجد، كان الحلم الكبير جدا أنك أنت تأتي تستقر تنمو، فأنت ما وصلت للاستقرار بالتالي فرصة النمو غير موجودة، فتظل عالق في مسألة البقاء. مسألة البقاء أيضا تشكل أزمة كبيرة جدا، لأن للبقاء يجب التخلي عن أشياء كثيرة متعلقة بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية. يعني لما يكون مجتمع ما تحت تهديد، درجة الخطر التي تحيط به تجعل باستمرار يضحي بالأشياء اللي الأخرى، الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية تصبح يضحى بها في مقابل وجود المجتمع نفسه كاملا على بعضه، فيتراجع أيضا المجتمع حتى في أحلامه اللي متعلقة بقضية التنمية. مش بس فقط الآن احنا فاقدين التنمية، إنما فاقدين الشروط الموضوعية اللي يحتاجها الإنسان حتى يحس إنه هو إنسان، حرية وعدالة وكرامة وعيش والأشياء الأساسية. فعندنا تساؤلات كبرى في هذه المرحلة بعد هذه التحولات اللي حاصلة، هل نمتلك إن صح التعبير الرشاد الفكري الكافي أن احنا نمر بسرعة من هذه الأسئلة إلى إجابات محددة نبني عليها المستقبل اللي موجود، ولا سنظل عالقين
وبالمناسبة ما في حد يعلق في منطقة مدة طويلة، هو لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. إذا لم نستطع أن نتقدم فالشيء الوحيد اللي سيحدث أن احنا سنتأخر. هذا المصير اللي هو متعلق بأن احنا نخسر من عمر الأمة ونخسر من مقدرات الأمة ونخسر حتى أحيانا من روعة الدين واليقين في أن الدين يمتلك إن صح التعبير جانبا من الحل اللي يحتاجه الإنسان. لأن بالمناسبة هذا سؤال من الأسئلة أيضا الوجودية، الدين أكمل جهود البشرية ولا أنشأها؟ يعني البشرية كان لها جهد سابق والدين جاء يسددها ويكملها، ولا الدين هو ينشئها ابتداء؟ هذا سؤال أيضا عالق. إذا كان الدين يكمل جهود البشر فالبشر لهم من حسن العمل ما يأتي الدين اللي نقول عنه صبغة الله، يعني يسبغ على هذا الموجود نكهة ولونا يجعله إنسانيا أكثر ويجعله أكثر رحابة للإنسان ويجعل الإنسان يفوز بالدارين الدنيا والآخرة. لكن البشرية في هذا المنظور لها عطاء ولها حضور. لما نقول الدين هو ينشئ الأشياء إنشاء، نحتاج نهدم ما بنته البشرية ونبدأ كل شيء من الصفر، وهذا اتجاه عقلي موجود في كثير من الفضاءات الإسلامية، أن كل شيء نريد إعادة إنشاء من الصفر. فإحنا إن صح التعبير عندنا مجموعة أسئلة كبرى كيف سنجيب عنها في وقت قصير حتى نقلل درجة المعاناة؟ كيف نستطيع أن نعبر لفضاء جديد من كل هذه الاختناقات التاريخية؟ هذه أسئلة المرحلة الكبرى اللي احنا موجودين فيها. وأنا قاعد أشتغل في كتاب اسمه 30 قضية عالقة في الفضاء الإسلامي تحتاج إلى إجابات. هذه القضايا إذا ظلت عالقة في فضائنا فرصتنا في ركوب الطائرة ناهيك عن الإقلاع تكون صعبة. الآن انكسر الباب في بعض المجتمعات، لكن عندما ينكسر الطغيان في مجتمع ما ويفحص المجتمع أوراق التي في جيبه التي تجيب على أسئلة ما بعد الطغيان، إذا كان كم الإجابات قليل وقاصر عندها ينكشف المجتمع تماما على نفسه أنه لا يحتوي على الأفكار التي تسمح له بالتقدم والكذا، وتبدأ معاناته وشكه وقلقه ويعود إلى دائرة اليأس. إن شاء الله عز وجل يعني بالحراك الآن اللي أنتجته أدوات التواصل وبكم الشباب اللي موجود في الساحة محتاجين أن احنا نتعرف على الأسئلة وسريعا نجيب عليها بطريقة تسمح لنا بالتقدم. هذا الشرط الأساسي لحدوث عملية الإقلاع في المرحلة المقبلة. دائما وأبدا عملية سقوط الطغيان سقوط الاستبداد هي مرحلة لكنها ليست ضمانة للعبور للمرحلة التي تليها، فقد تدخلك في مرحلة ثانية أكثر صعوبة من الأولى. لكن الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه في كبد، والإنسان ابن التحدي. أعتقد بالتجربة الإنسانية اللي موجودة، بالطاقات الشبابية اللي موجودة، بالهمم اللي موجودة، إن شاء الله عز وجل نستطيع أن احنا لا نمر في دورة حضارية مغلقة مرة أخرى تعيدنا إلى دائرة الصفر، إنما يحدث عندنا صعود إلى منحنى جديد في الأداء وفي العمل وفي الوعي. أنا كنت قلنا عندنا 40 دقيقة، أنا ربما زدت عن 40 دقيقة، أستميحكم عذرا، وإن شاء الله عز وجل بانتظار الحوارات والنقاشات والتعليقات، لأن هذا فضاء واسع عملية الإقلاع وأسئلة المرحلة لا تنتهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معا لندخل مرحلة اليقظة في مسار حضارتنا.